يقول: ما حكم صاحب حملة حج وعمرة سمح للنساء أن يعتمروا أو يحجوا بدون محرم، هل يأثم؟ إيه نعم، هن يأثمن، هن عليهن الإثم. لماذا لم يسألن أهل العلم وسألنا صاحب الحملة؟ صاحب الحملة يبي يأخذ فلوسهن، يبيهن يعتمرن يأخذ فلوسهن ولو ما معهن محارم، هذا قصده والله أعلم. وعلى كل حال هو ليس بعالم، الواجب أنهن سألنا أهل العلم. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لا للعمرة ولا لغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.